انطلاقه جديده للحزب. الان هذا اللقاء ديال مراكش تم النجاح بشكل كبير فوق ما كنا كننتظروا، وهذا يعني بان الحزب باقي في المناضلين ديالو وغادي يبقاو، واعلن عن انطلاقه جديده اللي غتكون بالنسبه للجهات المقبله ان شاء الله. وبهذا الروح غادي يمشي للمجلس الوطني، وبهذا الروح غنمشي للمؤتمر، وبهذا الروح غننتصر في 2021.